مامو يوسفو مرة أخرى مع الفرجيني سيسي لمامو يوسفو مامو يوسفو يرفع الكرة لإدريسا كواتي يحضر ويسدد والله هدف هدف التعادل لإدريسا حسام الويت أول الحلول الكرار تأتي بهدف التعادل واحد واحد الأهداء من الفرجيني سيسي بورتو تالي هكا كتب على مريولو الفرجيني سيسي حتى ولو قال ما سجلش هدف التعادل مهدى لمحمد علي منصور أذهان لاعبي النادي السويسي بصراحة تأثرت بإصابة محمد علي منصور هاني عاد يعثر وعلى الطاير حسام الويتي يسجل هدف التعادل فرحة الكرة كبيرة برشا فرجاني ساسي يحط كورة والتسديد والهدف الأول والهدف الأول رائع جدا للنادي سواء بالنسبة للكؤوس الإفريقية أو نأخذ التماس ترجع من دفاع مدينة الصفاقسي لكن الدمام دي اتجاه النفطي وزبير السافي زبير السافي يراوغ يراوغ زبير السافي يسدد ويسجل هدف الثاني ممتاز هدف زبير السافي الثاني ممتاز هذا الهدف كان مجهود فردي من الجهة اليسرى يراوغ زوج مدافعين يتواقل داخل مناطق الجزاء ويرفع الكرة بالحارس جون جاك كيزي ويملي الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 11 من الحصة الإضافية الثانية زبير السافي
متمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح النادي رديس بيرسي في الدقيقة 11 من الحصة الإضافية الثانية، لن يصبح نادي رديس بيرسي متقدم بهدفين مقابل صفر. هي إعادة العملية، مش توقف، كان على اليسار في المدخل داخل منطقة الجزاء وراء الحارس أنجل كيزي متقدم يرفع فيه الكرة ويلوج الهدف الثاني، وهذا ما يمكن الهدف من الأول. سجل هيثم الدردية بعد ما يمسك الكرة.